نعم، اهلا هناك واهلا بمشاهدي الحدث. نحن الان نقف بين الحجيج وبجانبنا او القرب من جبل الرحمه، حيث توافد الحجيج بعد ان ادوا صلاه الظهر والعصر قصرا وجمعا في مسجد نمره، واتوا الى جبل الرحمه كما اعتاد الكثيرون. دعينا نتنقل ونتحرك مع الحجاج الذين يعني راوا ان هذا الحج او الحج هذا العام هو حج مختلف تماما، خاصه ان العامين الماضيين كانت اعداد قليله، أما هذا العام فالأمور مختلفة تماما، خاصة لمن حج قبل سنوات 10 سنوات أو غيرها رأى أن الأمور قد اختلفت تماما، الأمور تسير بصورة جيدة. هذه المنطقة بقرب من جبل الرحمة تم تطويرها بصورة كبيرة، هذا الممشى الذي أقف عليه ممشى جهز خصيصا للمشاة من مادة مرنة، هناك أعمدة الرذاذ الماء التي تساعد بصورة كبيرة أو يعني تقوم بتلطيف الأجواء على الحجيج، أعمدة الإنارة، يعني يمكن الكاميرا أن تتقل بعض الشيء إلى جبل الرحمة لتشاهد رجال الأمن الذين يقومون ب يعني التنظيم بصورة كبيرة، ويعطون بعض الحجيج المياه، وأيضا يقومون بتنظيم دخول وخروج الحجيج، هناك مسارات للدخول والخروج حتى لا يحدث هناك تكدث. الأمور تغيرت بصورة كبيرة، لكن دعينا ننقل بعض آراء الحجاج. نعم، بما أن هذه المشاعر خاصة وأنا بعضهم جاء الحج أول مرة، نتعرف بيك منين؟ أميمة عمر فضل المون من الرهد. من السودان؟ من السودان. قولي لنا بقى مشاعرك يعني. ما شاء الله، والله مشاعر لا توصف، والله الحمد لله ورب العالمين. جينا جبل الرحمة ما كنا ما قايلين ذات بنوصل المحلة دي، قالوا فيه صعوبة، لكن الحمد لله والشكر لله ما وجدنا أي صعوبة، والله الحمد لله، لا نجد زحمة لا نجد صعوبة، لا الحمد لله، الخيرات ماشية والحمد لله، موية زمزم كله خير وكل حاجة تمام الحمد لله. وأنا أرسل تحيتي لأبنائي في السودان، خليل ربنا يديه والعافية إن شاء الله. شكرا جزيلا، الحج مبرور. منين؟ I'm Ahmed from Kashmir. Kashmir occupied, Indian occupied Kashmir. We enjoyed Hajj. It's very nice facilities and it's very nice to be on Mount Arafat. It's a very good arrangement. يعني هو بيتكلم ان يعني الامور ميسره تماما، التسهيلات كبيره للغايه. يعني نتحدث ايضا مع احد الحجاج من 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 السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم اسيا زرواق من الجزائر العاصمه. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. شعورك، حدثينا عن شعورك، انت اول مره تحجي ولا حجيتي قبل؟ اول مره ان شاء الله احج انا والزوج الكريم، نتمنى ان شاء الله حج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور لكل. كانت ميسره، كانت امور سهله، هي رغم التعب لكن يهون، كل شيء في سبيل الله يهون، لان جهاد المراه في حجها ان شاء الله. دعينا نتحدث الى احد الاشخاص جاءوا من ليبيا، يعني الامور ربما مختلفه في ليبيا، الامور صارت بصوره جيده عندما اول حاجه بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، نشكر البعثة الليبية وكل الـ حدثني عن مشاعرك. يعني مشاعر والله لا توصف، ونسأل الله أن ربي يعطي كل من يتمنى، كل مشتاق للبيت الحرام وأن يزور هذا البيت هذه الأرض المقدسة، ونسأل الله أن ربي يهدي الليبيين ويحقن اندمانا ويوحد كلمتنا يا رب العالمين ان شاء الله ان شاء الله. طب مصر، معلش احنا بما اننا في بلاد العربيه جميعا، تفضل يا احمد. يعني احنا نشكر السلطات السعوديه، السلطات السعوديه على ما تقوم به من جهد، يعني ما في بعد كده جهد، وعقبال يا رب كل الامه الاسلاميه تتشرف في نفس اليوم يا رب. نذهب الى فلسطين اخر. نعم، بشكر الدكتور فهد يعني قول لي مشاعرك النهارده على انه جابنا على الحج، والحمد لله رب العالمين ادينا الركن الخامس، كان حج ميسر ومبارك ما شاء الله. الشباب ما طب الحمد لله، يعني رجال الامن يقولوا حتى لا يكون هناك تكدس، يكون هناك تكدس الامور تسير بصوره جيده، الجميع فرح للغايه، سواء التسهيلات المقدمه من القطاعات الامنيه المختلفه، كذلك الكوادر الطبيه، اكثر من 25,000 من هذه الكوادر. نحن نتحدث عن اكثر من 40 مؤسسه حكوميه سعوديه تقوم ب يعني تسهيل امور الحجاج الذين سيبقون حتى بالشمس، ثم يتوجهون إلى المزدلفة ليبيتون ليلتهم هناك. أيضا حدثنا عن التسهيلات التي قدمتها الجهات المسؤولة هناك لتلافي ارتفاع درجات الحرارة.
نعم، يعني هذه المنطقة التي توقفنا فيها، هذه المنطقة التي توقفنا فيها هي منطقة جبل الرحمة، أكثر المناطق التي بها تكدس أو زيادة في أعداد الحجيج. لذلك نحن نريد أن نتحرك حتى لا نقوم بإعاقة الممرات. تسهيلات كبيرة، هذه المنطقة طورت بصورة كبيرة، هناك زيادة لأعمدة الإنارة الموجودة حتى عندما تجيء ساعات غروب الشمس الأمور تكون مضاءة بصورة جيدة. أيضا الرذاذ، أعمدة الرذاذ الموجودة، هناك مخارج ومداخل تم يعني زيادتها وتم توسعتها حتى تقوم بتسهيل الدخول والخروج على الداخلين والقائمين. نعم، يعني رجال نعم أحمد يقومون بمساعدة هؤلاء الحجيج للدخول والخروج وتوجيههم. نعم يا الشيء أحمد. المهمة الكبرى هي عندما ينفر هؤلاء الحجيج المليون إلى مزدلفة في وقت واحد وقت غروب الشمس، هي مهمة كبرى. ما زالت يعني ما زال الجهات الأمنية أحمد هنا تحياتي للحاج الذي جنبك. نعم نعم، وأيضا حج مبرور لجميع الحجاج هذا العام، وشكرا جزيلا لك أحمد باجاتو مراسل الحدث من مشعر عرفات.